مالك تسأله كأنك بتعمله كشف هيئة كده ليه؟ ما هو بصراحة كده شكله ما يشجعش. والراجل ده انت مالي ايدك منه؟ ايوه امال ايه، ده انا بعد ما سبتك امبارح رحت قابلته وفتحته في الموضوع وافي وقال انه عايز يقابلك. انت لالا كنت بتكتب الموضوع ده ومن غير ما تقولي لي؟ واقول لك ليه على حاجة انا مش ضامنة انها تحصل. ازاي يا ليلى؟ لازم تقولي لي عشان ما اظلمكيش. انا جبت لك اذن بالبيات لغاية اخر الشهر، رتبي امورك وانا هحاول اشوف لك موضوع السكن بره. سيبني اخرج بقى، اللي هموتها والله يا موتها. خلاص خلاص يلا هنا خلاص خليهم يمشوا. مشوا، شيل السكينة دي مع رقبتها. لا هنا